ولكن معانا على الهاتف ايضا نجم كبير اهلاوي الحقيقه له تاريخ مع النادي الاهلي ومناوشات على السوشيال ميديا بتشجيعه للنادي الاهلي، المعلم ضيا. بقى نقول لك المعلم ضيا معانا طبعا النجم الكبير والفنان الكبير الاستاذ محمد فراج. يا مساء الفل. يا مساء الجمال، ازيك يا ابو حميد؟ كله تمام. ازيك يا فارس؟ احنا فرحانين ان انت معانا، وانت من الناس اللي لسه بنتكلم عليها اللي بتعرف تفرح. ده حقيقي. ربنا يخليكم يا رب، تسلموا لي. متشكر جدا وفرحان ان انا معاكم جدا في المناسبه الحلوه ديت، والف مليار مبروك لنادي وكل جمهوره وكل المحبين في كل حته في العالم. قول لي بقى، عشت ازاي البطوله دي وعشت اجواء المباريات ازاي وليك طقوس خاصه مع المباريات دي؟ وكلمنا كده عن مونديال الانديه معاك البطوله دي. لا طبعا كانت فتره مهمه بالنسبه لي يعني وبالنسبه لكل اهلاوي بيحب النادي، يعني لانه بطوله بتحصل كل سنه مره وبنستناها يعني من الوقت للتاني، والحمد لله رب العالمين. دايما من اول ظهورنا في كاس العالم للانديه لحد دلوقتي، الانجازات والاجوان والمواقف الحلوه والصدات والترقيصات والاداء الحلو بيزداد دايما كل بطوله والتاني، وبنقابل فرق اقوى وبنقابل فرق اكبر. فالحمد لله رب العالمين النادي الاهلي بيثبت جداره في كل بطوله من وقت للتاني، ودي حاجه انا يعني فخور بيها جدا، على مستوى الاداء، على مستوى النتيجه، على مستوى الانجازات، الارقام. فبقول لهم كلهم بلا استثناء الف مليون مبروك. بقول للكابتن محمود الخطيب الف مليون مبروك يا كابتن محمود وكل مجلس الاداره وكل جهاز. بجد يعني احنا طبعا عارفين كلنا انه الموضوع كان بالنسبه لنا حلم، الليفل بتاعه ابعد شويه، وده ابسط حقوقنا وابسط طموحنا مقارنه بقدراتنا وامكانياتنا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. احنا فعلا عملنا بطوله محترمه جدا جدا بشهاده كل الناس قبل اي اهلاوي. يعني قول لي بقى الماتشات اللي انت يعني تعاملت مع ماتش اتحاد جده ازاي، فلومينينسي ازاي، حتى المباراه الاخيره مع اوراوا الياباني كانت القصه شايفها ازاي؟ والله الـ 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 ما انا قلت لك النادي عمل يعني عمل بطوله بجد مهمه جدا على مستوى الاداء وعلى مستوى التكنيك، وحتى الارقام بتاعه الاهداف بتقول انه النادي كان بيلعب ازاي في البطوله. من اول ماتش اتحاد جده على مستوى الاداء وعلى مستوى التكتيك وعلى مستوى التمكن والتحكم في مجريات اللعب، ريجاردنج للماتش اللي بعديه فلومينسيني البرازيلي، ومع ذلك قدر الله ما شاء فعل برضه بعد الماتش. اي نعم ما كسبناش، ولكن بحيي جدا 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 من كل قلبي رغم خسارتنا في الماتش الثاني، الا ان احنا حتى لو كنا ضيعنا كرة كتير هي دي الكوره، لكن انا متاكد وده اللي كان باين على الاداء في الماتش الثالث، ان هم راحوا ناموا صحيوا بقوا بني ادمين تانيين، احنا رايحين نعمل اللي احنا عايزينه ورجعنا بالميداليه الحمد لله رب العالمين. طيب كمشجع اهلاوي قبل يعني فنان كبير بنستمتع بيه، طبعا عندنا البرونزيه الشهيره في 2006، وعندنا طبعا برونزيه بالميراس وبرونزيه الهلال السعودي والبرونزيه اللي حققناها امام اوراوا. ايه خلاص بقت باسمنا الحمد لله، خلاص طبيعي. ايه البرونزيه الاغلى بالنسبه لك واللي انت بتشوفها الاقرب لقلبك؟ يعني بص، انت اهلاوي زي واي حد هيبقى سمعنا هيبقى تقريبا جواه نفس الافكار، انه كل بطوله وكل ميداليه ليها متعتها وليها وقتها وليها حلاوتها، لكن وليها مواقفها برضو والدراما بتاعتها. البطولة اللي فاتت كانت بطولة صعبة قوي، البطولة ديت كانت بطولة صعبة، اللي قبليها كانت يعني ليفل الصعوبة بيزيد الحمد لله واحنا قدها ودود، ولكن اعتقد يعني برضو ايه بتبقى اول مرة ليها طابع مميز شوية. ده حقيقي، خصوصا ان احنا كنا سادس قبلها في البطولة اللي قبلها. بالظبط بالظبط بالظبط، احنا اول ما دخلنا بكل قوتنا، ولكن مع التكاتف ومع خلي بالك برضه يا احمد انه ويا فارس البطوله دي مش سهله جدا طبعا كرويا، يعني قصدي انه خبراتها بتكتسبها. خلي بالك انت معاك جيل دلوقتي دي ثالث بطوله يلعبوها، يعني بقول لك هم بيسلموا الجوائز والميداليات انفانتينو وكل اللي واقفين خلاص عارفين هم ده مين وده مين وده مين وبيسلم على مين، يعني قصدي انه حتى اللعيبه نفسها بقت معروفه
سنويا. فدي حاجه احنا الحمد لله اكتسبناها، فكره انه مش بس الشامبيونز ليج بقى حلم، لا هو بقى حقيقه وبتحصل مره والثانيه والثالثه، وده طبيعي الحمد لله رب العالمين بفضل الله وبفضل كل اللعيبه والمجهود. ولكن كمان دخلنا على كاس العالم للانديه، فدي حاجه في حد ذاتها برضو لازم ناخدها في الاعتبار، انه المكان في النادي راح فين، المكانه برضو بتعلى وبتعلى وبتعلى، بتروح فين، فاهم قصدي؟ اه طبعا. طيب يعني شايف بقى بعد تغير نظام البطوله ومن السنه الجايه 2025 هتلعب على 32 فريق وهتبقى بجد بقى بطوله قويه جدا طبعا، شايف طموحات النادي الاهلي ممكن يصل الى فين في هذه البطوله؟ اعتقد الاجابه واضحه. يعني مفيش حاجه، يعني مش علشان انه البطوله هتبقى اقوى وليفل الشراسه بتاعتها هيبقى اعلى، بالعكس ده دي احلى حاجه في النادي الاهلي، انه مع زياده الدوافع بتزيد رغباته وبتزيد اهدافه وبتزيد طموحاته. ف وبالعكس يعني هو مش ده هو يعني ده هو النادي من اقوى الحاجات في روحه اللي هي فكره الاصرار على والقتال على الهدف اللي هو عايزه. اخي لا انا شايف انه والله لو كانت 48 فريق يعني اخيرا يعني طبعا احنا كلنا كاهلاويه كان عندنا شويه زعل من الفريق كده بعد السوبر ليج وتراجع النتائج في الدوري، رحنا كاس العالم للانديه كالعاده عبرنا عن نفسنا بشكل كبير، داخلين على بطوله السوبر اللي بتقام في الامارات بنظامها الجديد. عايزك توجه رساله للفريق قبل البطوله دي وانت بترجع للبطولات اللي هي داخل القاره اللي يمكن كان في شويه زعل من جمهور الاهلي فيها، تحب تقول للفريق ايه؟ اقول لهم حبايب القلب واخواتي ورجاله كلهم وابطال، اتعودوا على المكسب وتعودوا على البطولات، ده قدركم، ولكن قدر يعتبر تاج على الرؤوس، انتوا قدها وقدود، ومهما حصل ودي وجهه نظري الشخصيه واتمنى ان يكون دي المشاعر والاحاسيس تجاه كل اهلاوي قدام النادي بتاعه ولاعيبته ومجلس ادارته، انه احنا زي ما بنقول على الحلوه وعلى المره معاه. مش معنى انه احنا قضينا اوقات مره يبقى انتمائنا يقل، اخلاقنا تنحرف، تعليقاتنا السبورت بتاعنا يقل خالص، ده ملوش علاقه خالص، والا ما يبقاش عندك انتماء من جواك بجد. بالعكس احنا لازم يعني زي ما بيبقى في اوقات حلوه بنعيشها معاهم، زي ما بيبقى في اوقات وحشه احنا لازم نكون معاهم فيها برضه. يعني الموضوع ما فيهوش تفكير كتير، دي وجهه نظري الشخصيه. بقول لهم ربنا معاكم، ان شاء الله كل اللي جاي احلى بكتير قوي من اللي فات، واحنا في دارهم في اي وقت ان شاء الله. فناننا الجميل محمد فراج بنشكرك، وكالعاده اهلاوي متالق ونجم استثنائي بيقدم اعمال فعلا مختلفه ومتميزه. نشكرك جدا، مشكرك جدا يعني فناننا طبعا ونجم السينما والدراما المصريه محمد فراج الاهلاوي جدا يعني له لقطات يا فارس، ويعني ما تقربش طبعاً جنبه وقت مباريات النادي الاهلي، وده طبيعه كل ما هو اهلاوي الحقيقه.